أقيمت فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية الثانية التي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن من 13 إلى 15 من ديسمبر الجاري. وقد وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الدعوة إلى ما يقارب 49 قائداً إفريقياً لحضور القمة، إضافة إلى دعوة أهم رجال الأعمال في القارة السمراء، ومن بينهم رجل الأعمال العالمي محمد العياش العشروتي. United States is all in on Africa's future. Africa's economic transition depends on good government, healthy populations, and reliable and affordable energy. These things business seeks out when they're looking to invest. They attract new opportunities and they launch new partnerships. And the United States is committed to supporting every aspect of Africa's inclusive growth. All of you, the deals you've signed, the investments we've made together. وقد حظي خلال هذه القمة رجل الأعمال محمد العياشي العشروتي بتكريم دولي وتتويج بالجائزة الدولية التي تسند لرواد الأعمال الأفارقة، وذلك لإنجازاتهم ولمساهماتهم في مجالات التحديث والتصنيع والتنمية الاقتصادية في إفريقيا. ويعتبر محمد العياشي العشروتي من أهم المستثمرين في الطاقة البديلة في العالم، لطالما وصف الهيدروجين بأنه وقود المستقبل، ومع إصرار العالم على تحقيق إزالة استعمال الكربون المتسبب في نسبة كبيرة من التلوث، نجد أنه البديل الأمثل لضمان عالم سليم. ولمواكبة هذا التطور أنشأ السيد محمد العياشي العشروتي شركة مختصة في هذا المجال منذ 5 سنوات مقرها الولايات المتحدة الأمريكية. توليد غاز الهيدروجين يعتمد بالأساس على مصادر لا تنضب وهي الماء والأشعاع الشمسي، وتكمن هذه الطريقة في استخدام الأشعاع الشمسي وتجميعه بواسطة مركزات حيث تسقط على الألواح الشمسية، ومن هنا نتحصل على الهيدروجين والأكسجين ليستخدم كليهما في أغراض مختلفة. الهيدروجين يستعمل كوقود للسيارات ليلعب دورا فعالا في جهود الانتقال إلى الطاقة النظيفة. وتختص شركات السيد محمد العياشي العشروتي في صناعة الألواح الشمسية وتركيزها، وبطاريات الهواتف الجوال المتطورة، وبطاريات السيارات المعتمدة على الهيدروجين الأخضر، ومحطات شحن السيارات بالطاقة الشمسية. شركة رجل الأعمال التونسي محمد العياشي العشروتي المنتصبة في عدة دول أوروبية وعربية، باعتبار وأن له استثمارات عديدة ومتنوعة في مجالات تحويل وتثمين النفايات بطرق عصرية وحديثة تساهم في الحد من تراكم النفايات، وهي تجربة رائدة في هذا المجال. وتجدر الإشارة إلى أن السيد العشروتي يسعى جاهداً إلى إنتاج طاقة نظيفة ومتطورة حتى يستطيب العيش في عالم نظيف.